وفي الأخبار المتفرقة، كان المجتمع اللبناني قد انشغل في الآونة الأخيرة بممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية الأصل ميا خليفي التي هجمت من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: انتي بغية واحد يكون دمه بارد ساكن دايما جامد تغلطي بينا. وقد ردت ميا خليفي على الشعب اللبناني بمختلف أطيافه وحاولت تبرير فعلتها بالقول: آه من الصبر وآه لما رأى